الحقيقة كان في كلمات مهمة جدا، وجايز كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت فيها يعني نقاط كتيرة قوي مهمة، وكان أبرزها كلامه عن الأمن القومي العربي. تعالوا نشوفها ونرجع لكم مرة تانية. يأتي اجتماعنا اليوم والأمن القومي العربي يواجه تحديات غير مسبوقة، فهناك دول عربية تواجه لأول مرة منذ تاريخ تأسيسها تهديدا وجوديا حقيقيا ومحاولات ممنهجة لإسقاط مؤسسات الدولة الوطنية لصالح كيانات طائفية وتنظيمات إرهابية يمثل مشروعها السياسي ارتدادا حضاريا كاملا عن كل ما أنجزته الدول العربية منذ مرحلة التحرر الوطني.